كما كتشوف ضيعنا بزاف ديال الفرص، كنا نكونوا بيان ابليكي، ولكن ما ساعدش الحظ. ماشي مشكل، ان شاء الله نكون واجدين نبريباريو مزيان الماتش ديال ليبيا، الماتش ديال ليبيا ان شاء الله اللي جاي ما يكون الخير ان شاء الله. وكنتمنوا من الدراري يبقاو كونسونطري ويبقاو واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم. الكومبيتيسيون باقي ما سالاتش، ان شاء الله باقي لنا الماتش الجاي حنا سيغ 100% غادي نربحوا ان شاء الله، لحقاش كنتيقوا في الدراري اللي عندنا، لي كاليتي اللي عندنا، وما غيخيبناش الله ان شاء الله.